يا مرحبا ويا اهلا وسهلا في حلقة جديدة معاكم على روتانا الخليجية ساعة شباب. بدأنا مساء عليكم بالخير ونقول مساء الخير يا لميا. مساء النور عليك تراد اكيد، ومساء النور على كل اللي بيتابعونا مع فقراتنا لليوم اللي راح تكون مختلفة ومتنوعة اكيد. متحمسة؟ كثير. بتعرف ايش عندنا اليوم؟ طبعا. شوف العناوين مع بعض. في ساعة شباب لليوم، ما هي العلاقة بينك وبين لونك المفضل؟ شاب يوثق حياته بالسيلفي منذ 10 سنوات. ما هي آخر الأرقام القياسية في موسوعة جينيس؟ المبتعثون في أمريكا يتحدثون لساعة شباب. هل يمكن تحويل موهبة الرسم إلى استثمار؟ تزيين الأطباق الفن الذي تفوق فيه الشباب. كثير من الاخبار اليوم حقيقي جدا متحمس وراح نبداها اكيد مع سؤال هالساق اللي طرحناه امس على مشاهدينا. ايش السؤال كان؟ ما هو لونك المفضل واكيد علاقتك بهذا اللون؟ هو الابصار من اهم النعم اللي نحمد الله ونشكره عليها صراحه حقيقه، لانه يعني الواحد من خلال النظر هذه النعمه العظيمه بيشعر بكل شيء حوله، وبيقدر انه هو يوصل يعني لمبتغاه من ناحيه تفكيريه وناحيه نفسيه. قد ايش ايضا الاشياء اللي احنا بنشوفها بتاثر علينا، سواء كانت من اشكال او الوان الى مقاطع وصور وفيديوهات. فاحنا ناخذها على ابسط شيء واقل حاجه ممكن نشوفها، ابسط الالوان اللي ممكن تعدي علينا كيف تاثر على نفسيتنا. اكيد طبعا، خصوصا طراد انه كل شخص فينا اكيد عنده لون مفضل، هذا اللون ممكن ياثر على نفسيته، ممكن يكون مرتاح كثير بهذا اللون. يعني كثير مننا طرحنا عرفنا ايش لونك المفضل، واكيد المشاهدين عارفين ايش لون المفضل. مو مجرد لون مفضل او لون نحن نحب نشوفه في حياتنا، في قصة. ولكن لكل لون حقيقه طراد، كل لون في تفسير معين، او كل لون انت ممكن هذا اللون يريحك نفسيا، ترتاح معنويا اذا شفت هذا اللون، تحب انك تلبسه كثير في حياتك، يدل لك دلالات كثير. ممكن الالوان هذه انت تتاثر بها، شفتها في اماكن شدتك هذه الاماكن، حبيت انك تشوفها دائما. يعني دائما الالوان تكون مرتبطه في حياتنا باشياء جدا كثيره. طيب عندنا ردود على تويتر شفناها وناس شاركونا، خلينا نشوف مع بعض ايش كانت الردود. نروح لابرار. ايش تقول؟ بالنسبه لي الموف قصة حب وغرام وعشق لا ينتهي منذ الصغر، عشان لون الفخامة والأناقة والرومانسية. حلو يا برار، شدي على الرومانسية. مريم تقول فعليا أحب أغلب الألوان، كنت أحب اللون الخربزي الفاتح، مو وردي ولا أورنج، ها خربزي فاتح تقول، بس جات فترة كل شيء بالسوق من هذا اللون فكرهته. أعتقد تقول قصدها البينك المترب، البيبي بينك المترب. المترب إيه؟ من مين علمك الالوان والله هذه؟ المترب صراحه هذه انا طلعت. لا نبغى نعرف يعني مين اللي علمك بالضبط الالوان مضبط. بالله ما في لون مترب نازل دحين موضه في الصيف اسمه بيبي بينك، والاخضر المترب برضو الاخضر المترب. يا جماعه انا غير مسؤوله على الكلام اللي بيقوله. والله براحتك، بس انا شايف المترب. خلينا نروح كمان نشوف ايش معانا تغريدات لليوم. نشوف منو بعد عندنا. غدوش تقول يا احلى مساء وحياك الله، شكرا لك. تقول وحشونا صراحه، مالي قصه مع هاللون لكن احب الاحمر يجيب لي سعاده. سبحان الله، اعرف ناس يكره الاحمر. الاحمر يجيب لك سعاده؟ والله غريبه. غريب. أي صح. عائشه العامر تقول مساكم الله بالخير تراد ولميا، ومساك اكيد اشتقت لكم مره، احب الاصفر عشان النصر والاتحاد. الله، هنا يجي التعصب. أيه. يا عائشه اخر رد لسه فيه موجود. والله مروه تقول اللون الاحمر لانه اول ورده اهداني هي خطيبي. الله يحفظكم ويخليكم لبعض. الله يوفقكم يا رب. هذه القصص اللي احنا نبغاها لميا، اللي هو انا ليش احب اللون هذا؟ لانه في شخص عزيز علي اهداني لون، او يعني اعطاني قصه او خلاني احس بشعور مختلف غير عن اللي حولي، غير انه الناس اللي حولنا بتعطينا هذه القصص من خلال المواقف. ايضا ترى احنا ممكن نبني بيننا وبين نفسنا من خلال يعني تعلقنا بهذه الالوان، في حاجه نفسيه. يعني مثلا يقول لك يا اخي انا اشوف اللون الاسود كذا احس نفسي كذا مسخن مرتاح او فخم او وات ايفر. ايش قصه الشعور هذا؟ يعني اكيد في شيء صاير او حاصل انك توصل للمرحله هذه.
في طراد الوان كثير، اوكي؟ انا راح اتكلم عن كل شخص وكل اسلوبه وكل شخصيته، الابيض والاسود ما اقدر استغنى عنهم، ولكن الابيض والاسود في الملابس فقط، لكن في الحياه في الوان جدا كثيره، حلو انك تستمتع بهذه الالوان في كل مكان، يعني اذا حبينا نشوف لون البحر، الازرق، لون الطبيعه، الاخضر، هذه الوان كثير تختلف وكثير يعني نحبها في حياتنا، ولكن في الوان معينه لكل مناسبه او لكل شخصيه تحب تكون او تشوفها في لحظات، يعني في الورد اكيد راح يكون الاحمر، في الملابس حيكون كل شخص ايش يحب يلبس، ايش اللبس، ليش لانه هو الاحمر احلى لون. مين قال لك؟ عندك الان الوان، عندك يا امي صار ورد لونه رينبو، عشان معناه يطراد معناه اللون الاحمر يعني، والمعاني الباقيه الاصفر والاورنج والابيض والازرق، هذه كلها لها معاني دلالات. خليني اقول كلامه، يقول لك الاورنج الغيره والاصفر الغيره وشيء زي كذا. اي الغيره يعني مو حلو، مو مثل الاحمر. الواحد ما يحس بغيره في حياته، مو دائما حب. خلاص ما راح نختلف، الاصفر والاحمر والابيض وكل الالوان، كل واحد على حسب شخصيته. وكمان منيره بتقول انه احيانا تعرف شخصيه الانسان من الوان اللي يلبسها، فانا البس الابيض يعني شخصيتي تدل على الصفاء والنقاء والروح الحلوه، كيفني وانا امدح نفسي على الهواء. والله تستاهلين كل خير صراحه يا لمياء. اي انا كل شيء تحب الاسود، كل خير. بس ايش يعني الاسود؟ الاسود الاسود يعني غموض، الاسود غموض، غالبا غموض انا اعتقد كذا. عموما احنا ما حنختلف، كل واحد له وجهه نظر، بس هدفنا الاخير والاساسي طرحنا هذا الموضوع، ما بنتكلم على الوان، له بعد يعني اعمق من كذا، وهو انه احنا نفكر احنا ايش لايش ننظر لاشكال والوان. يعني احنا بنتكلم على الوان، فما بالكم باشكال، وما بالكم بصور، ما بالكم بفيديوهات وحاجات كثير بنشوفها كل يوم على السوشيال ميديا بتاثر على نفسياتنا. خلونا يعني ننتقي الاشياء اللي احنا بنشوفها عشان لا نزعل، بعدين نحط حرتنا في اللي حولنا، ويا ريت اللي قرب مكان زي ما يقولوا. اكيد طبعا. ترى مكملين بفقراتنا، حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل. وحياكم من جديد مع فقرة الأخبار. بس قبل ما أقول لكم أخبارنا لليوم اللي شفناها في أهم العناوين، أكيد راح أمسي على الشيفز الموجودين عندنا في مطبخ ساعة شباب، ومسي على أكيد أيمن بازرعة قائد المنتخب السعودي للطهاة ومن فئة الشباب، وأيضا الشيف محمد فاروق مشرفينا اليوم في استديو ساعة شباب. الله يجزيك العافية. إيش راح تطبخوا لنا اليوم؟ إيش راح تطبخوا لنا اليوم؟ اليوم حنسوي الأرت فود، اللي هو عبارة عن بليتنج، كيف ترسم أطباق الله كديزاين يعني. هذا فن ترى لليوم معنا. أعشق الفقرة هذه عاد أنا مرة، لأنها بالنسبة لي فيها فن، والفن لسه ما حينتهي، لأنه عندنا كثير من الفنون اليوم في حلقتنا، غير الشيفس اللي حيتفننوا في أطباق السالد، وعندنا ايضا فنون في الاخبار. ايش اخبارك؟ اكيد نروح لخبري الاول، لشاب يوثق حياته بسيلفي على مدار العشر سنوات. واتوقع قبل عشر سنوات ما كانت معروفه كثير ثقافه السيلفي وكيف ناخذها كل مره وفي كل لحظه، ولكن هذا الشاب ومده دقيقتين ونصف هو مده الفيديو الذي التقطه الشاب هوغو على مدار عشر سنوات منذ ان كان عمره 12 سنه إلى أن بلغ العشرين عبر صور السيلفي وقبل انتشار موضة السيلفي في العالم. وقام بإخراج نسخة هذا الفيديو بمناسبة يوم زفافه الذي ظهر فيه مبتسما، ووضح أنه كان يأخذ معه كمبيوتره الشخصي أينما ذهب ليأخذ هذه الصور الشخصية، وكل يوم بغض النظر عن شكله أو الظروف اللي كانت حوله. شايفين التغير اللي قاعد يصير من عشر سنوات إلى عشرين سنة؟ كل لحظة طبعا اكيد بيكبر طراد اكيد بيكبر بطريقة لا مخيفة، يعني انت ملاحظة كيف التغيير اللي بيصير؟ اكيد يعني طبيعي لازم يكبر، يعني 10 سنين مرت وهو بياخذ صور سيلفي على طول على طول في كل لحظة. بس حقيقة فكرة جدا جميلة، وشفنا كثير من الاهالي بيوثقوا لحظات ولادة اطفالهم من بداية يوم الى ان يمروا سنة او سنتين، وبيحتفظوا بهذه اللقطات الين يكبروا. فكرة مرة عجبتني، بس ما اعرف ممكن اسويها في يوم من الايام. هذه من اهم الفنون اللي بنشوفها، يعني نتكلم على الارتس، يعني فن صراحه اللي قدم لنا اياه. جدي اكيد طبعا، وفكره حلوه فكرت اسويها، فكرت اسويها من جد. وقتها تستوعب انه يا الله عدت عليك كل هذه اللحظات وانت ما سويت شيء، او ايش انجزت بهذه اللحظات. الفيديو بس اللي انجزه هو الشيء الوحيد اللي انجزه الفيديو. والله فكره ما حد سواها حقيقي، ما كانت يعني كثير منتشره. طرات صحيح، تعرفي ما حتنفع لمين؟ للناس اللي سووا عمليات تجميل.
حينفجعوا صراحة. ممكن يشوفوا قبل وبعد. كان في خطصير. ما يحتاج لأنه في أصلاً صور قبل وبعد. إيش هذه الصورة؟ هذه الصورة أكيد طراد راح أقول لكم حكايتها اليوم، وكثير يمكن انتشرت بيننا في مواقع التواصل الاجتماعي كثير، خصوصا عند أخصائيات المكياج أو الميك اب آرتست اللي بدأوا يطلعوا موضات يشوفوا هل الناس راح يتواكبوا معاهم أو البنات راح يتواكبوا معاهم في هذه الموضة. بس اسمها حاجة. الحواجب المتعرجة. هذا مو فوتوشوب؟ لا مو فوتوشوب. أنت تمزحي؟ حقيقة هذا. يعني هذه موضة؟ أيوة موضة. بتفاصيل الخبر ظهرت أخيرا تقليعة مختلفة تبدو مثيرة للدهشة. وكثير صراحة من البنات شفنا الصور، في هي مو بس الحواجب كمان الشفال متعرجة أو المموجة. والغريب أنه المختصين إيش قالوا بعد إطراد، يقولوا أنها لقت رواج كبير جدا بين الفتيات واجتاحت مواقع التواصل في عدد من البلدان، وفسر محللون ذلك بالملل من الموضة. يعني ملينا من الموضة يحليلهم البنات، قاموا إيش يطلعوا تقليعات. مو بس أنتوا الشباب عندكم تقليعات، حتى نحن البنات حقيقة تقليعات صراحة، فن يعني وإبداع ممكن نشوفها في الحفلات التنكرية. والله لم ليتهم رقدوا صراحة يعني. إشارة لا تقليعات. ممكن نشوفها في الحفلات التنكرية طراد. شوف أنا أقول لك حاجة، شوف في حاجات كثير معقولة، بس أنا بحكم إني أنا أستخدم الفوتوشوب وأعرف كويس، هذه أنا أقول لك الصور هذه ملعوبة فيها فوتوشوب. لكن لا 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 أبداً أبداً مو. خليني أخلص الكلام بس أنا أقول لك. لا شفتها. أنا أفهم بس بقول لك عشان الناس يستوعب بس إيش اللي صاير. اللي أنتم شايفينه الآن فوتوشوب، لكن هي على أرض الواقع بتقول لكم لمية صايرة، لأنه بس الديتيلز أنا شايفها على نفس الشفايف. طب إيش رأيك إنه أنا راح أقول لك إنه هذه الصور مو فوتوشوب أبداً، وفي فيديوز ولا ما حسويها منيرة تبدبسني في الموضوع، أنا ما أسوي هذه الأشياء أبداً في حياتي. ولكن تراد شفنا فيديوز لميك اب آرتست بينزل سكتشات بيسووها ويوروا الناس كيف بتنعمل. بس ما في مشكلة نشوف الخبر الثاني حتفهميني إياه أكثر. لا حفهمك، ما حنتفق اليوم لازم. المهم الخبر الأخير، قبل ما أنتقل للخبر الأخير بقول يعني هل في يوم من الأيام ممكن نشوف هذه التقليعة في المناسبات والأفراح ولا لا؟ ويا بنات يعني لا تستعجلوا أبداً في هذه المواضيع. خبر الثالث لأحدث غرائب جينيس في عام 2018، ينتظر العالم موسوعة جينيس لأرقام القياسية في نسختها الأخيرة، حيث تحتوي على أرقام جديدة من بينها صاحب أكبر كرة من الطلاء. تكونت هذه الكرة من 17994 طبقة طلاء، تخيلوا معنا طبعا زي ما احنا شايفين الصورة. وأيضا أطول قط في العالم وأكبر عربة أطفال في العالم، لكنها من نصيب امرأة ناضجة زي ما احنا شايفين الصورة. والسيدة طبعا تبدو يوج جيانكسيا صاحبة الرقم القياسي بأطول رموش عينين في العالم. يعني أنا كلها استوعبتها وكلها سهلة ممكن تصير، لكن أطول رموش في العالم كيف ربت رموشها ما شاء الله لين هذه الدرجة؟ الحالة الوحيدة اللي يتم فيها نمو الرموش بهذه الطريقة إلا إذا كانت طبعا بعيدا عن استثناء أنها تكون طفرة جينية، هذا اللي سمعت عنه، اللي يزرع الرموش لما يأخذوا بوصيلات شعر من صحيح. خلف الرأس ويحطوها صحيح. في العين، هذه يتم فيها شعر يطول، لكن أعتقد أنه هذه طفرة جينية أو شيء. أنا أتفق هنا أتفق معك في هذا الموضوع، لأنه جزاك الله خير صراحة. زراعة الشعر أحيانا ممكن تسبب طول للشعر، لأنهم بيأخذوا بصيلات الشعر نفسها وبيزرعوها في الحاجب أيضا في العيون، فممكن هي زرعت رموشها عشان تدخل موسوعة جينيس. تتوقع؟ تتخيل؟ تتوقع؟ بس هذا طول اكثر من فكره الزراعه، يعني لها سنين شكلها مسكينه. من جد؟ والله شكلها مسكينه. ايوه عندنا خبر اخير ولا ايش؟ اكيد عندنا خبر اخير. ايش يقول هذا الخبر؟ تخيل معايا طراد، انه اخيرا رسومات نسيت او ليست من انتاج البشر. ايش قصه هذه الرسومات؟ للفنان والعالم باتريك صمم روبوت يمكنه القيام برسم بورتريه احترافي، حيث تجري الروبوتات مسحا ضوئيا من حولها وتتعرف على الملامح البشرية، ثم يقوم هذا الروبوت برسم نفس الملامح اللي سوى لها مسح ضوئي قبل فترة. ويعني الغريب في الموضوع انه ينتهي من الرسمة نفسها خلال 40 دقيقة. تخيل إطراد يرسم رسمة كاملة، وأيضا من رسومات الروبوتات إلى رسومات أجمل بكثير. بس أتوقع أن الروبوت في يوم من الأيام ما راح يوازي مهارة الشباب أو البشر عندنا. الموضوع لم يعني على حسب، لكن هو في الأخير هو كإنجازي وإنجاز، لكن هل في فن
في فن لكن فن تقني وليس فن خلينا نقول من ناحية الورق والمرسام وكيف الواحد يسويه. الفن التقني واضح جدا وهذا الشيء اللي احنا دائما نستغرب منه. على طاري خبرك لميا، هذا آخر خبر عندنا. أكيد آخر خبر. هنختم بأجمل الأخبار قبل ما أنت تشوف الشيفس إيش الوضع إيش سووا في السالدز. هيكون عندنا في هذه الفقرة إن شاء الله نستمتع فيها مع أحد الفنانين، بما نحن نتكلم على الفن في شتى المجالات حقيقة. خلينا نسيب الابتكار على جنب، هذا اللي صاير التقني، ونتكلم على الموهبة الحقيقية اللي حاصلة مع ضيفتنا اللي حصلت على أفضل رسامة بورتري للوجه الحجازي، وأيضا هي عضوة في جمعية الثقافة والفنون. حياك الله أهد حسين معانا في ساعة شباب. تفضلي، حياك. كيف أمورك؟ إن شاء الله طيبة. يا هلا وسهلا. يعني أنا خلي هذه مقلوبة بعدين أتكلم معاك فيها. يعني أبغى أعرف بس، احنا بنتكلم على فنون متعدده حسين عهد، وابغى اعرف طبعا تحياتنا لعم حسين موجود معنا في خلف الكواليس يعطيه العافيه، اعتقد هو من اكثر الداعمين لك. بدايتك في هذا الفن متى كانت؟ اول شيء احنا عندنا ما شاء الله في العائله ما شاء الله جدا جدا محبين للفن، فعندنا وراثه هذا الشيء. بدأت تقريبا كان عمري 7 سنين، لأنه أختي الكبيرة كانت بترسم، كنت بشوفها، كنت بقلدها، كنت بتابع برامج. خلينا نقول أجواء فنية ساعدتك. أيوة، البيئة اللي حولي ساعدتني أكثر وحببتني في الفن أكثر. ممتاز جدا. طيب إيش رأيك في الخبر حق الروبوت؟ ما أتفق أبدا، يعني ما حبيت. ليش ما حبيت؟ لأنه الرسم إحساس، هذا أول شيء. وبالنسبة لي الفن عموما روح طموحة، يعني الإنسان أحيانا ما يقدر يعبر بالكلام، فأنا بعبر بطريقتي اللي هي بلغة بسيطة ومفهومة وواضحة بلغة الرسم. فأنا ما أتوقع أن الروبوت يقدر يعني يوصل إحساسه. أعتقد صدق أتفق معك. ليش؟ لأنه زي خلينا أقول لك، زي اللي بيطبع رسمة من كمبيوتر ما حيكون نفس يعني في الأخير، يعني مهما كانت التعب ما هو واضح. مهما كانت اللوحة بيرفكت، يعني خلاص لازم يكون فيها إحساس روح. ما رح يوصل هذا الشيء أبدا. في لمسات معينة هي اللي تكون عند الأشخاص عشان يطلعوها، من نظرة، من كسرة عين، من تغسيل الشعر، من حاجات وتفاصيل مرة كثيرة. أنا برضو أتفق معك، بما أن الرسام سابق حقيقي شيء يضايق شوية. أوكي كابتكار صح. فنان، ابتكار رائع صراحة، بس غش، أنا ما حبيت صراحة أبدا. وانت فن. أيوه. أنت عارف أنه فريق وانت فن كان معنا في ساعة شباب. أيوه سنة أكيد أعرف. لم يفاكرة السنة اللي فاتت وانت فن كان معنا في ساعة شباب ضيوفنا. صحيح، بس أنا مشغولة الحين، بقطع معاهم، بقطع الخضار بس ما حقطع بصل. بعيد عن البصل، لا أرضى عليه. بعيد عن البصل، بس حقيقي بصل لا. حقيقي وانت فن من الناس اللي أعطونا يعني حاجات مرة جميلة واستمتعنا فيها. أبغى أعرف طب يعني اهتمامك بهذا الفن كيف استمر؟ يعني معليش كلنا ممكن نكون فنانين، كلنا نتعلم، واعرف ناس ما شاء الله يتعلموا بسرعة لأنه عندهم الملكة، بس كيف قدرتي تستمري؟ يعني حبي لهذا الشيء خلاني أتعلم بسرعة. كل ما حبيت الشيء، كل ما استمتعت فيه، كل ما حسيت إنه سهل علي أكثر. حلو. طيب هذا بالنسبة عشان أنت حابة الشيء. طيب أيوه. بالنسبة للبورتري ليش تخصصت فيه؟ أنا جربت كل شيء بس وجدت نفسي أكثر شيء في البورتري، لأن الملامح البشرية بتشدني جدا جدا بتشدني، فبدأت فيه وتعمقت فيه لأني حبيته أكثر، تعمقت فيه وبحث عنه وبدأت أطور من نفسي أكثر. بس يعني تختلف الملامح، إنك أنت ترسم ملامح الوجه والبوكر فيس الثابت، غير لما يكون واحد بيبتسم، غير لما واحد معروج وجهه، أو واحد عنده مشاعر معينة بيظهرها، سواء من حزن، من سعادة، من فرح، من خروج عن المألوف، هذه كلها ما هي سهلة. صح، بس يعني أنا بشوف إن البورتريه أكثر، بالأصح أكثر مدرسة فنية، المدرسة الواقعية، بيكون فيها إحساس أكثر من المدارس الثانية، يعني أقدر أعبر بالملامح البشرية هذه. واضح إنك متعمقة فيها. أبغى أعرف، أديني خليني كده أساسيات، بس الناس اللي حابين البورتري وشايفينه إنه صعب شوية، إيش في مراحل البروسيس يمشي عليه الرسام عشان يعطيك رسمة بورتري واضحة وجيدة؟ في يعني في طرق مرة كثيرة جدا جدا متعددة. نبغى أبسطها، نبغى واحدة طريقة احنا. في الرسم الحر، في الرسم اللي يمشي على أساسيات معينة، كيف بيبدأ يرسم بورتري، يرسم بالشبكة، يرسم بال بأبعاد الوجه. أيوه بأبعاد الوجه. أنا ببدأ رسم حر. تبدأ رسم حر حتى الشخصيات المعروفة؟ أيوه حتى الشخصيات المعروفة، لكن أهم حاجة عندي أنا العين، لأنه هي اللي بتجيب الشبه، فأخذ أحيانا مقاس العين بس. وبعد كده تقيسي عليها باقي الأشياء. وبعدها خلاص أبدأ بالنظر. طب ايش اصعب جزء في الوجه قد رسمتيه؟ يعني بما انك بالنسبه لي انا الانف، لانه احس ايوه لو غلطت ممكن في الانف
يغير الشبه يعني مثلا كله. انا لو رسمتك لطف انفك ممكن ما يكون هذا طراد يعني طراد طب ما نعرف خلينا نشوف هذا طراد ولا مو طراد ايش رايكم نبي نشوف هذه الصوره مع بعض ابو فتوح يعطيك العافيه في هذه الصوره اللي عندنا جايين احنا للشعر لسه مو وقتها بعد كذا حنتكلم قد ايش يا منيره كم من 10 طبعا لسه ما كملتها 10 مليون من 10 طراد ونص الله يسعدك بس والله يعني حقيقه حتى اللايتنج اللي مستخدمته يعني قليل من الفنانين يستوعبوا هذا الامر بما انه حتى الشعر مو ما هو كامل لكن واضح الملامح سبحان الله هي اللي خلاص يقول لك اذا اللي يعطي الرسمه حقها خلاص يبين الملامح حتى لو ما كملت تراد انت شفت الرسمه اللي رسمتني هي يا دي لا حقيقي من جد بتكلم بس اول مره رسامه فنانه تتقن وجهي بالرسم ما شاء الله يعني اول مره اشوف صوره لي معلش على الجلافز قاعده اقطع مشغول لا بالعكس ستايلش على فكره مره ستايلش شكلك بس حقيقي مره اشكرك عهد على الرسمه الجميله اول رسامه بهذا العمر وهذا السن الصغير تعرف ترسمني كلوحه بورتريه بالرسم مو صوره عبد الرحيم ممكن الصوره الله يسعدك لازم يشوفوها ما يعني ما وقفت اللي عشان تشوف رسمه بالله يدونا رسمتها عشان بس لا تزعل نبغى نوري المشاهدين نوري المشاهدين جميله مو عشان نوريهم لمية عشان نوريهم لا نوريها الرسمه حقيقي جدا جميله على فكره جلافز والله مره روعه خليك تستمر عليها ايوه بس طلعت فاشله في التقطيع لا لا هاجي باخذ مكانك دحين كمان شويه طب انا ابغى اعرف حاجه احنا دوبنا شفنا صور لطبقات الشعر انا كرسام من اصعب الاشياء اللي شفتها في حياتي مو الانف الشعر لانه اعتقد يعني اخر ما توصلت اليه بعد سنين طويله ان انا ححط اساس لون اول شيء وبعد كده ابدا افتح لون الشعر او ابدا اخصل الشعر بالالوان الفاتحه صح فهل هذا صح ولا غلط في طرق كثير طيب اديني الطريقه السهله عشان انا طريقتي انا اي وكثر ما سالوني ده السؤال احس انه كده كانها خلطه سريه لازم اقول هي فعلا لانها صعبه يعني يبغى لها وقت ويبغى لها طوله بال يعني انا برسم بالخشبي حلو او الشعر عموما عبارة عن طبقات وفي نفس الوقت عبارة عن خطوط متمايلة سواء كان مموج أو كان كيري أو كان فببدأ بالخشبي أنا التكنيك اللي أستخدمه أبدأ شعرة بالخشبي ما شعر تحطي أساس؟ ما أحب أحط طبقة أساس وما أعرف إيه لا أبدأ على طول في الشعر لأنه بالنسبة لي من أكثر الأشياء اللي استمتع فيها البورتريه رسم الشعر أوه. فبعدين أبدأ بالباستيل أستخدم السوفت باستيل بستخدم البام باستيل باودر هو ايوه احطه في اماكن الظل عشان يدي كثافه ويدي نعومه اكثر من غير ما يعني تحطي خصل كثير تدي بس لون ايوه يعني حلو. ابدا اول شيء بالخشب بعدين بالبام باستيل وارجع للخشب بعدين ممتاز هذا هو في منه درجات كمان عشان أيوة. على حسب اللون اللون الشعر في كل الدرجات افكه كده ولا عكس لا كده صح بس كده صح أيوة. هو باودر ولا ايش؟ ايوه باودر لا كذا انتبه لان يطير ايوه يطير مره سريع، طبعا كذا بيستخدم ايش الفرشه ولا ايش ولا استخدم السوفت تولز هذه السوفت تولز هذه يبغى لها مره يعني بهدوء شديد، طب وتنظيفها سهل ولا صعب؟ زي المكياج عادي زي فرش المكياج ما اعرف المكياج يفضل صراحه بنظفها بالصابون عادي نظفها بالشامبو حتى عادي حلو في كل مره جميل طب هذه بالنسبه لرسم الشعر يعني عندنا تقنيات جميله جدا ممكن يتابعوك طبعا على حسابك في عندك تعليم كيف يسوي الشعر صحيح أيوه. ايش هو حسابك اللي هو عهد حسين ارتست عهد في انستغرام ارتست عهد في الانستغرام طب ابغى اعرف يعني اوقات يعني عهد في ناس بتتعرض لانتقاد برغم انه يعني رسمك رائع ما شاء الله شكرا مقارنه بكثير من الناس وبالنسبه لسنك كيف بتواجه هذا الانتقاد وايش بتسوي اول حاجه كلنا بنواجه انتقادات في اي مجال سواء طبيعي. رسم كتابه نقد عن نقد بيختلف فالنقد السلبي في نقد سلبي ونقد الصحيح ايوه لا النقد الصحيح هو اللي هو اللي يكون الناقد اللي من جد لازم نسمع منه وناخذ منه النصيحه يطلع ايجابيات وسلبيات العمل هدفه انه يكون يعني اني اصحح العمل فالنقد السلبي الهادم اللي للامانه يعني ما لا يقدم ولا يرجع بالعكس يقدم بالنسبه لي لانه يقويني اكثر يدفعك حلو ايوه يقويني حلو اكثر من الـ من الـ من البناء اللي هو اللي أيوة معتاد على انه حلو رسمي من النقد الايجابي فالنقد السلبي هذا بيقويني اكثر بيخليني يعني يكون عندي دافع اني اوريهم انا ايش اقدر اقدم اقدم افضل عهد؟ عنيدة طب ابغى في حاجة ما اعرف في ناس دائما تقولها او يعني معروفة يقول لك الفنانين دائما حساسين
ويتأثروا مرة بسرعة، هل أنت مع المقولة هذه؟ ولا هو كل البشر يتأثروا؟ الرسامين للأمانة يعني أيوه بشكل أكبر. أنت حساسة يعني تعتبري؟ إذن يفرق معاك ال الكلام. أنا كنت أتأثر في الكلام أيوة هذا بس بعدين خلاص الحمد لله بدأت أعرف أتعامل معاه. في مناعة. اللي بالضبط يعني بالعكس يعني كل ما انتقدوا سواء كان سلبي أو سواء يعني انتقاد بسبب كراهية أو شيء، بالعكس أنا هذا الشيء بخليه دافع لي إني أكمل وأنجز ويخليني يعني أكون أحسن. صار لك معارض؟ سويت معارض شيء؟ أيوه أشارك في معارض. طيب إيش اللي ناقصك كرسام الآن؟ باسمك وباسم باقي الرسامين كلهم والرسامات عشان يعني نكون منصفين أكثر. كيف يعني ايش اللي ناقصك؟ يعني ايش ينقصكم؟ هل في ما في دعم من ناحيه فنيه؟ يعني حاليا بالعكس انا شايفه انه في دعم للرسامين واحس انه اي فعاليه لازم يكون فيها رسامين، اي مهرجان اي ايفنت عندنا هنا. حلو. يعني صار شيء اساسي يكون في رسام موجود في الايفنت. احدد حالي. سؤالي اكثر، الرسامين الكبار اللي يعني كبار في فنهم وفي سنهم، هل بيدعموكم بالشكل السليم ولا ما بتلاقوه؟ اكيد في ناس بتدعم في ناس ما بتدعم يعني حسب ولكن كل يعني في ناس للأمانة يعني في ناس سواء كبار أو صغار عموما فنانين بالأصح الفنانين الكبار مو كلهم معظمهم في ناس بتنصح في ناس ما تحب تتدخل يعني خلاص أنا فنان كبير أنا ممكن أنصح لكن ما أتعمق مع هذا الشخص يعني في حدود يعني في حدود أيوة في ناس من جد تتمنى تعتقد إيش السبب؟ ليش القاب هذا وليش الفجوة هذه ممكن صارت تكون؟ ما اعرف صراحه يعني بس في يعني بالذات في مجالنا الفني احنا يعني في البطال وفي الكويس يعني في حساسيه في حساسيه ايوه في حساسيه يعني الفنانين والرسامين حيفهموا بالضبط ايش اللي حنقصده لكن في الاخير احنا هدفنا واحد انه احنا أيوة. نقدر ننجز ونطلع فن هذا. زي هذا الفن الجميل حقيقي اشكرك جدا على الرسمه انا عيني خضره مو زرقاء بس على فكره اديتيني ايمج ابعد من كذا ممكن بس مسحه اخضر تعطيها اللون عاد حسين شكرا لك والله شرفتينا جدا شكرا لك انت ايش سويتي؟ دحين احنا يا تراد قاعدين نلون نلون عشان نبينها كانها مطبوخه بس بعرف الشيف اساله هلو. ايش الماده هذه اللي بنحطها؟ فود كلر صحيه هيلثي صحيه قبل لك اي مشكله جميل طبعا بوريكم الصحن اللي انا زينته وتعبت فيه اليوم كله وانا قاعده ازين هذه الاشياء بس مو الحين حنطلع لما انت ما انت عارفه تقطع بصل تبي تزين ما انت عارفه تقطع بصل تبي تزين خلاص نطلع فاصل طبيعي طبعا اكيد تتفق معي طراد انه الحب كان سبب مشترك لكل الهوايات او كل المواهب اللي بيمتلكوها الشباب خصوصا موهبه وفن الطهي وتزيين الاطباق اللي صراحه ما كنت مقتنعه ابدا في البدايه انه الشباب مبدعين في هذا المجال ولكن بعد ما شفت خبراتهم وشفت التزيين اللي بيسووه صراحه ارفع لهم القبعه واقول انهم ممكن يكونوا احسن مننا في هذا المجال. يعني انت لما تقولي اكيد طبعا تتفق معايا وتقولي كلام كثير بعدها المفروض ان انا اتفق؟ ايوه. ليش؟ عشان في النهايه يعني انا استسلمت خلاص يعني. ليش هذا كله استسلمتي امال كيف لو عفرت بالكلام؟ لا حقيقه استسلمت شفت افتكر من الموسم اللي قبل كنت انا اقول انه النساء مبدعات في كل المجالات وانه نحن مره فنانين في الطبخ وهذه يعني نحن لعبتنا يا طراد. شوفي احنا حنعرف ضيوفنا كذا اللي مشرفينا ما شاء الله يعني في تركيز حتى في عمل الفن محمد فاروق الشيف وايمن بزرعه كشفت حنرجع لكم ونبدا ما نشوف ايش بالضبط اللي حاصل لكن من اهم المواضيع اللي احنا الان حنتطرق لها ولا بد نشرككم فيها ونعرف ايش اللي صاير يعني الاحداث اللي حاصله مؤخرا في امريكا وزي ما احنا عارفين صار ايرما اللي تم التنويه عنه والتحذير منه من يوم 6 سبتمبر الى هذا اليوم وطبعا على مدى هذه الايام كلها ضرب مجموعه من الجزر اللي هي من جنوب ناحيه المكسيك صحيح. صحيح واللي قبلها كان في هيوستن في ولايه تكساس وضرب اكيد امس زي ما سمعنا في السوشيال ميديا ولايه فلوريدا وكانت جدا فاضي في حاجات كثير كنا لما نعرف عنها ونبغى نتطرق لها اكيد وعشان نطمن اكثر على المبتعثين السعوديين اللي موجودين في نيويورك تحديدا معنا عبر الهاتف ميسر جبر يا هلا فيك يا ميسر يا هلا ومرحبا لميا شرفتينا ميسر بداية نبغى نعرف كيف أوضاع مبتعثينا وهل في مع مستجدات الأعاصير اللي قاعدة تصير وإن شاء الله كلكم بخير
ان شاء الله كلنا بصحه وسلامه وبخير والحمد لله. المبتعثين كلهم ما شاء الله يد واحده متكاتفين في الكوارث الطبيعيه اللي صايره الان في الفتره الحاليه في الولايات المتحده. قبل اسبوع في تكساس والان امس ضرب في فلوريدا. بس الحمد لله كلهم متآزرين. قبل اسبوع اللي صار في تكساس المبتعثين وبعدها صار في فريق جهات من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة صحيح. الأمير خالد بن سلمان بعدها الأخبار طلعت هذه آخر الأيام عن موضوع فلوريدا والإعصار وجات توجيهات بإخلاء المنطقة من إدارة الولايات المتحدة فالحمد لله يعني كلهم طيبة الآن إن شاء الله بإذن الله الحمد لله يعني الحلو أنه المبتعثين في الأماكن الكويسة فتحوا بيوتهم لأخوانهم في المدن المتضررة بعضهم أخذوا واستأجروا فانات نزلوا أخذوهم وطلعوهم لأماكن كويسة والحمد لله توجيهات خالد الحرمين خالد بن سلمان بخصوص مساعدة المبتعثين وتوفير لهم كافة الاحتياجات عن طريق القنصلية هيوستن وأيضا سفر أنشأوا مركز للعمليات في واشنطن. جميل فكان في تكاتف يعني وكان في تعاون بشكل كبير الآن بس ميسر أنت الآن في نيويورك هذا صحيح؟ أنا كنت في فلوريدا في إجازة وأول ما سمعت الخبر يعني الحمد لله أنه ما أدري كيف مشي الأمور ووصلت نيويورك عليك نيويورك الحمد لله طيب وكثير من المبتعثين والمبتعثات أيضا أخذوا أقرب رحلة واللي سافر على لوس أنجلوس أو ولايات أخرى موجودة فيها أهاليهم أو أصحابهم وأقاربهم بس أنا أبغى أعرف البروسيس اللي حصل أكيد حصل بشكل سريع وما كان أحد ملحق لكن في نفس الوقت كيف تم هذا التعاون؟ هل كان في مساعدات معينة كانت هي اللي بتسهل لكم حجوزات الرحلات حسب ما سمعتي أو إيش كان بالضبط حاصل؟ طبعا في الوضع اللي احنا موجودين فيه او كان المبتعثين في فلوريدا موجودين فيه كان الكل لازم يلحق نفسه فكانت التسهيلات انه من السفاره ومن القنصليه بتجهز حجوزات في الفنادق وتوفر لها كل شيء الملحقيه ساهمت بانه قدمت موعد صرف المكافآت وايضا في بعض المبتعثين اللي عليهم ايقاف صرف بسبب مشاكل دراسيه او غيرها تم صرفها تم طلب ان يرفعوا اعاده الصرف عشان يجيهم الصرف وايضا المبتعثين اللي عندهم حالات ماديه شديده جدا وما نزلت لهم المكافاه ممكن يتجهوا على طول على القنصليه او يكلموهم يعني ارقام التواصل كانت متاحه انا ما كنت متضرره لكن موقنه ويمينه ان الكل يعني حصل ان شاء الله على المساعدات. صحيح. جميل صحيح. ميسر طب اكيد كثير من الاهالي خايفين وقلقين جدا على ابنائهم المبتعثين من الطلاب والطالبات، كيف نقدر نطمنهم بما انك موجوده بينهم ووسطهم ومن من قلب الحدث؟ الحمد لله كلهم بخير اطمنوا ويعني موقع التواصل الاجتماعي موجود الاعصار عدى ولله الحمد يعني ما توقعنا انه يكون يعني سريع خلال يوم انه يعدي على موضوع فلوريدا وان شاء الله ما يعني ما يكمل مشواره وايضا ما يتضرر مدن ثانيه يعني كمان في مسلمين وفي الامريكان يعني الثانيين فان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب لا الامور باذن الله هي احنا متاكدين ان الامور ان شاء الله طيبه وتاكدنا الان اكثر منك عشان نعرف ايش اللي حاصل بطريقه كمان رسميه اكثر وايضا السوشيال ميديا كمان وضحت كثير انه كيف القنصليه كانت متساعده حتى صرف المكافآت كانت أكيد. يعني في صالحهم بس انا بنعرف جديد منصه جهود السعوديه وايش بتقدم بالضبط حقيبه مبتعث عشان الناس كمان تعرف ايش اللي لها وايش اللي عليها من مبتعثين وايضا اهالي المبتعثين. طبعا شكرا لروتانا الخليجيه بخصوص برنامج الشباب لانه بتابع جهود السعوديه. هذا واجبنا. الله يعطيكم العافيه. جديدا الان حقيبه مبتعث الكترونيه هي حقيبه خاصه للانديه الطلابيه في انحاء العالم. طبعا الانديه الاكثر فعاله الانديه السعوديه في الولايات المتحده في اكثر من 300 نادي سعودي تحت اداره الملحقيه. بنوجه لهم الآن حقيبة خاصة بالجهود السعودية عندنا جهزنا 16 جهد
جهود الحج والعمرة، الجهود البيئية، الجهود الأمنية، الجهود الإنسانية وغيرها. طبعا متوفر عندنا السعودي في الصين، طلبنا بالشراء الإلكترونية باللغة الصينية راح نتابعها عندنا. ما شاء الله حلو. الولايات المتحدة الآن أكثر من 20 نادي أتواصل معنا، سجل عن طريق الفورم وعشان نقدم لهم منشورات عشان اليوم الوطني إن شاء الله بعد أسبوعين. أكيد شكرا لك ميسر جبر، بإذن الله نتابع معاك في الحلقات القادمة احتفالاتكم باليوم الوطني، لازم نكون متابعين معاكم أول بأول. والله الحمد لله سلامتكم. أكيد طبعا صحيح. شكرا لك يا ميسر، ودائما وأبدا بنحاول نقول لكم مشاهدينا حبايبنا على يعني كثير من الأمور اللي حاصلة من قلب الحدث، وعلى قد بقدر المستطاع بنطمنكم وإن شاء الله الأمور دائما طيبة. وأنا شخصيا برضو وصلتني كثير من الاتصالات اللي ناس أعرفها في لوس أنجلوس تحديدا، واللي هجوا من فلوريدا إلى هناك، وكانت فعلا أوقات فيها مشقة وأوقات ما لقوا رحلات لناس. أيوة فعلا شيء يخوف، فإن شاء الله يرجعهم سالمين غانمين لبلادهم. وأكيد نحن مكملين بفقراتنا، فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل. اليوم ما حنخلص، الفنون ابدا ما تنتهي معنا في ساعه شباب، واخر فقراتنا اللي راح نستمتع فيها حقيقه، لانه من اجمل الامور واجمل الصناعات اللي انا اسويها دائما واحب اعملها، واول مره اقابل اشخاص يسووا هذه الصنعه بشكل احترافي، وهو فن تزيين الماكولات بشكل عام، او الفود ارت زي ما سموه بشكل عام. واخيرا لقيت احد ارفع راسي فيه والشباب، عشان لميا لا تقعد تقول البنات والبنات. خلاص اعترفنا من البدايه، ما يحتاج. مع انه على فكره انا يعني انا والشباب مفهمينك انه احنا ترى افضل منكم باشياء كثير. لا 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 لا، ما حد يقدر، ما في استثناء. الارض ارض الواقع موجوده وما حد يقدر. الله عليك، اذا على الاحصائيات ارض الواقع تقول لك انه انتم تبعنا في كل شيء. لا 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 ابدا ما اتفق معاك في ذا الموضوع، ولكن اليوم اللي اقدر اقوله انه ايمن ما شاء الله تبارك الله حاصل على دبلوم عالي على في سياحه وفندقه، وايضا اخذ كورسات كثيره في الطهي، وهو اليوم قائد المنتخب السعودي للطهاه فئه الشباب من 18 الى 27. منورنا اكيد شيف ايمن وايضا شيف محمد الموجودين معانا، واللي ساعدتهم وقطعت معاهم وسوينا طبق جدا جميل. ترى هي اللي سويته هذا كله، انا اللي سويته هذا كله، عشان كذا مو حلو. يجنن تحفه. ايش انا والله تحفه حقيقي. اشكركم على المجهود الجبار. عارف تراد اكثر شيء عجبني في الموضوع انه بيلونوا اللحم والجمبري بشكل بالوان اصطناعيه اللي هي الوان الاكل، بيبان شكلها على الطبق كانها مطبوخه. ايوه صح، انا شايف هذا الشيء. انا بعرف انه 7 سنوات في هذا المجال تحديدا، لك ايمن ومحمد ولا بس ايمن؟ انا لي 7 سنين في المجال هذا. بدات كهاوي، درست دراسه متقدمه يعني اللي هي الدبلوم. طبعا مو هنا برا صح؟ لا هي محليه بدايه هنا. يس بدايه هنا، وبعدين اخذت الكورسات في عن طريق ارتستيك فود لاب، والحمد لله طورت نفسي بنفسي. حلو، الدراسة مهمة جدا. بس بعرف قد ايش قدرتوا تأثروا في فكرة، في وجهة نظر المجتمع في حكاية تزيين الطعام، او قد ايش يقول لك شبع عينك قبل ما تشبع بطنك، فهل هذه الفكرة قدرتوا ترسخوها بعد دراستكم وتطبيقكم ولا لسه باقي؟ والله هو لسه باقي، بس نقدر نقول وصلنا ل 40% انه الناس بدأت تتغير تفكيرها من ذا الموضوع. صار يفرق معاهم. يس. حلو. طب نبغى نعرف ايمن، انت واضح عليك انك تحب الابتكار والتجديد في كل شيء، بس اللي نبغى نعرفه تحديدا تبتكر شكل الاطباق او بتبتكر نكهات جديده ما هي موجوده في السوق او ما بنلاقيها في المطاعم او عند الشيفس؟ يس تقريبا نقدر نقول انه انا احب انه يكون الشكل الطبق مش اعتيادي زي اي مكان، انه والله مثلا نقدر نقول الملوخيه اللي عندنا في السعوديه او المصريه نفسها، ما احب انزلها زي ما هي، احب اغير في شكلها، احب ما انها ما تنزل اعتيادي زي ما هو، انه انا اهم شيء عندي الشكل يكون مره مهم. غير كذا طبعا لازم يكون التيست خلاص مفروغ منه، انه هو التيست ابتكر نكهات. ايوه ابتكر نكهات. ايوه نبتكر نكهات جديده، نركب، نحاول نطلع نكهه جديده متقبله للناس في نفس الوقت انه تكون جديده بنفس الوقت. طب انا ابغى اعرف ايش اللي حتسوونه او ايش اللي بديتوا تسووه اليوم بالضبط؟ اليوم كنا قاعدين نسوي الفود ارت اللي هو عباره عن
تقدر تقول عليها لوحة من الفود أو من الانجريدينس حق الأكل. عندك اللحم مثلا، عندك الخضار من رصة معينة، نقدر نقول هذا زي الارت كني كنه فن الرسم. حلو، أنا بس بعرف حاجة، أنا فين أقدر أستخدم هذا الصحن؟ هذا نقدر نقول عليه في النظام التصوير، نقدر نقول التصوير أو النظام الفاين دايننج، اللي هو نقدر نقول إنه هذا يجوك ناس بيجلسوا بيحطوا البورد هذا قدامه، بينزل الصوص بهذا الشكل ورصة اللحم. بس طبعا ما تترص بهذه الطريقة، انت بتورينا بس ارت للشيء المحتوى. احيانا توصل لكده انه ينزلوا الاطباق بهذه الطريقة بس تكون مستوية 100%. طبعا طبعا ايوه، وطبعا يكون كل شيء في الطبق صالح للاكل. يعني شايفين كمية فلفل كثيرة في الطبق، وده الفلفل يمكن نقدر نقول من اشد انواع الفلفل الحار اللي بيكون موجود. هذا الهندي ولا ايش؟ ايوه هذا الهندي في السوق، فبيكون كل شيء صالح للاكل موجود على الطبق. طيب انا بعرف حاجه اهم الان، مستشف من عملك في هذا الصحن، انه من طبيعه عملكم برضو ان انتم ممكن تعملوا مع شركات انتاج المواد الغذائيه والمطاعم بشكل عام تقريبا. ايوه، بانكم انتم تعملوا اعلاناتهم اللي هي تعرف اللي نشوفها دائما في البوسترز في الشوارع او حتى في الاعلانات التلفزيونيه، في حكايه انه نعمل صحن بس فيك يعني، او هو فيك بس انه اللي يشوفه يقول لك هذا صحيح الاكل. بس هو مش انا اللي هو اتجاهي في الموضوع، بس انه انا لي خبره قليله فيها بس احب ان اوصلها للناس. انا كشيف يعني شيف هوت كيتشن اللي هو المطبخ الساخن، لي نظره في اللحوم فقط اكثر شيء يعني. بس انه الفود ارت من يعني ايش اقول لك، حبي له اني احب اشتغل. واضح محمد نفس الوضع انت صحيح؟ اكيد، بس شيء خفيف في الارت يعني. في الارت قليل. اي بس الهوت كيتشن هو اللي تشتغل فيه. هذا اللي اشتغل فيه ما شاء الله تبارك الله. طب ايمن، مين اللي بيقيم مستوى الشيفز؟ هل مسابقات اللي بيشارك فيها ولا الناس اللي بتقدم لهم الاكل؟ والله هو تقييم الشيف ما يكون عن طريق انه مسابقه او شيء زي كذا، المسابقه هي عباره عن لعبه الشيف يدخلها يشوف نفسه فين وصل او يشوف مقياس نفسه في المسابقه. مقدرته في التزيين؟ في التزيين في الطبخ يشوف نفسه، بس ما يتقيم فيه له انه هو شيف عن طريق المسابقات، لا تقيمه انه في مطبخه يكون هو عنده كنترول للكيتشن لاي مدى. اما في المسابقات هي مجرد لعبه اثبات نفس، انه اثبات انه انا اقدر احقق شيء لنفسي وفي نفس الوقت طبعا قدام. يعني اي احد ممكن يشارك؟ يقدر اي احد يشارك، بس هي مش لعبه سهله لانها لعبه طبعاً للمحترفين اللي طبطها. يعني عارف ايش البوزيشن اللي نفسي اكون موجوده فيه في مسابقات المتذوقه؟ طبعا المتذوقه ما شاء الله يعني عليك. حيكون في لذه في الاكل واكل شهي لما يتسابقوا طهاة العالم نقدر نكون، وانا اكون جالسه كذا متذوقه لاكلهم، والله حكون جدا منصفه. بس حط في بالك لازم مع هذه الوظيفه منصفة. لازم يدخل بدل نادي او انك تشارك في نادي افضل. اكيد طبعا الواحد ولا يروح وبالنسبة مرتين في السنه. صحيح. طب بالنسبه لك محمد شركت حصل خير بالنسبه لك محمد، نبغى يعني نعرف ايش اكثر الاطباق او اكثر الاصناف اللي تحس انك مبدع فيها؟ اكثر شيء شاركت فيه اللي هو المطبخ الايطالي يعني. الله الله، هذا الباستا والبيستو والبيتزا. طب انا ابغى اعرف، بما انك تكلمت على الايطاليان فود، قد ايش مفهومنا صحيح عن الايطاليان فود؟ احنا عندنا اي مكرونه بالجبنه هذه انا والصلصه ايش الوضع؟ غالبا اللي هنا هو ايطالي بالذوق العربي، بالذوق العربي. الله، وهذا اهم شيء. هو تغيير الذوق العربي، هو غير الذوق العربي يعني، ما هو الايطالي للافضل ولا الاسوء بصراحه؟ هو للافضل للي الاكل اذواق، فالناس اللي شايفه اوكي جود، بس هو غالي يعني في ايطاليا ما حتلاقي الاشياء هذه. طب كهيلثي وكطريقه كطريقه غذاء صحيحه ايش الافضل؟ الايطالي طبعا. الايطالي هنا نكهات العربية دسم. يعني دسم. اي طب محمد، ما تفكر تفتح مشروع تقدم فيه اكل ايطالي؟ اول واحده حطلب منها ان شاء الله. ما فكرت في هذا المشروع اللي صراحه في خطط ان شاء الله، في خطط قاعدين نمشي عليها باذن الله. ايش هي الخطط هذه؟ عندنا كذا حاجه قاعدين نسويها نخلصها، بس كبدايه احنا قاعدين نتدرب ونتاسس صح يعني، عشان الواحد نقدر افوق مطعم لازم اكون بروفيشنال لابعد حد يعني.
يعني نقدر نقول ان شاء الله مطعم خطه الجايه لمشروعكم باذن الله ان شاء الله. انا بنشوف اخر بس نظره قبل ما نختم حلقتنا اليوم ايش اللي صاير في الصحن. لو ناخذ كلوز بس لو ترفع لنا اياها تك عشان نشوفه يا ايمن. ناخذ كلوز من عند مين الكلوز حتى من هنا. ايه ممتاز يا سلام. لوحة تشكيلية فنانة يعني نشكركم بالأكل. عليها حقيقة أيمن بازرعة أيمن ومحمد فاروق شكرا لكم يعطيكم العافية. خلاص كذا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. أكيد أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا وأكيد لا تنسوا تتواصلوا على إيميل البرنامج وهاشتاغ ساعة شباب في تويتر. اليوم راح ينزل سؤالنا لبكرة لا تنسوا تشاركوا عشان تطلع ردودكم معنا بكرة. وبكذا أقول لكم فمان الله معكم. أنا رمياء غالب وأنا كنت معكم طراد سندي. ترقبوا غدا. مع السلامة.